تفاصيل هذه المزرعة جدا جميلة. تعرفون ليش؟ لأنها منظمة ومرتبة على أكمل ما يرام. صاحب هذه المزرعة كرس حياته ووقته وجهده لتأسيس هذه المزرعة لما استلمها. ضيفي اليوم العم والوالد علي الحفيتي. علي الحفيتي ريال مو بسهل، حط في باله أحلام وطموحات علشان يحققها اليوم ويروينا نتاج وحصاد اللي زرعه على أرض الواقع. اليوم مزرعتنا غير، في منطقة تعد من أجمل المناطق في إمارة الفجيرة، منطقة الضدرة. ما راح أطول عليكم وحياكم الله. لي هواية في المزرعة ولي هواية في الأشجار هذه، إني ناكل منها وهي تكون يعني مريح، الإنسان مريح وهي زرعة مريحة. يعني مزرعة تريح الإنسان وتجيب لك نعمة من الله سبحانه وتعالى وتزرع لك زروع. أمور طيبة والمزرعة هاي هي طيبة والحمد لله. عم علي مرحبا. مرحبتين. يا ريت تعرفنا عن اهم الاشياء اللي مريت فيها في حياتك من يوم كنت انت صغير. والله مريت الحمد لله الامور طيبه على كل حال من كل النواحي، ما مريت على اي مشكله، ما صابتني اي مشكله انا واهلي وعيالي والجميع الحمد لله، ما صارت علي اي مشكله ولا يعني أي خطأ. أنا إنسانة وأنا عادية إنسانة وإنسانة ثانية. شو الأشياء اللي كانت موجودة في أحلامك من زمان وكنت ناوي تحققها، أو هل في أحلام تحققت مع حياة العم علي؟ أحلامي أسوي أسرة عيال أولاد للمجتمع الكامل والحمد لله ما في أي شيء، عيالي بخير وأهلي بخير ومزرعتي بخير وبيتي بخير وحكومتنا بخير وحالة بالحالة الهادية، يعني الحمد لله ما هي بصورة يعني بأي شيء ولا بصابني أي شيء الحمد لله. عم علي، أول ما دخلنا المزرعة سمعنا صوت العصافير، هي ما كانت تلعب بالسماء بس، هي جت تخبرنا تقول لنا العصافير أن العم علي يحب مزرعته وايد وايد وايد. يحب مزرعته كأنه يحب واحد من عياله. من عياله. ليش؟ هذا أكيد يعني مزرعة تريح الإنسان وتجيب لك نعمة من الله سبحانه وتعالى وتزرع لك زروع وتبيع الزرع هذا وتحصل تطعم نفسك وعيالك. اليوم في كثير من المزارعين أو أصحاب المزارع عندهم مشكلتين. مرحبا. المشكلة الأولى يقول لك أنا عندي مشكلة في مصدر المياه، المشكلة الثانية يقول لك عندي مشكلة في التسويق. العم علي بشو المشاكل اللي يواجهها اليوم المزارع في المزارع او مزرعته بالحرب؟ اول انحارش الماي ما شيء على التحليه، والتسويق ما عندنا فيه شيء هني في التسويق اللي هو رجال في المنطقه الشرقيه، نحن بنشيل خضرتنا من وديها. ليش التسويق الى الان؟ ليش الى الان عم علي في مشكله في التسويق؟ ليش يعني ما يعني انتم كمجموعه مزارعين ما شاء الله، يعني نحن نتكلم بمزارع الدوله، مزارع كبيره الجميع، الجميع الدوله. نعم. طيب ليش ما زالت مشكله التسويق موجوده مع أن أسواق الخضار والفواكه عليها قيود وعليها ضوابط وعليها أوامر؟ ليش ما في يعني خلينا نقول دعم لتسويق المنتجات المحلية الزراعية؟ والله هذا الأمر راجع للحكومة. أنت ما تقدر تسوي تسويق وأنا ما أقدر أسوي تسويق، سوي أمر الحكومة. الحكومة المنطقة الشرقية هني ما نسوي لنا تسويق، نسوي في المنطقة الغربية ونحن المنطقة الغربية ما نروح.
منو بيروح بيشيل لي خضره الحين من المنطقه الشرقيه للمنطقه الغربيه؟ بضبي. نعم بضبي فيه تسويق صح. اما هني المنطقه الشرقيه ما عندنا تسويق نحن، ولا نقدر الرجال نشلنا من لين بضبي، ولو شلنا لين بضبي ما بيردونا نحن. مزارع مواطن من حقك، لكن منو بيسلم 1000 درهم كل تريب ب 1000 درهم اللي ودي هنا بضبي؟ ما عندنا امكانيه، ما عندنا مقدره. نودي الفجيره خضرتنا وغير مكان ثاني، نودي دبي. دبي والفجيره. نعم. بس. هذا الخط التجاري مالكم، الفجيره دبي. بس خط التجاري هذا يعني هم يشتروا منه. ذكرت لي ذكرت لي الدلال. نعم. في كبره الفجيره وكبره دبي ينادي الدلال. نعم. على السده. صح. كم توصل السده لو 20 درهم نحن نبيعها. زين معناته انتم اللي تتحكمون، هم متحكمين بالسوق بالقوانين بالنظام. بس انتم اللي بعتوا. زين وين بنصير نحن؟ لازم غصبا علينا نبيعها. أني نصبها من مزرعتنا نرجعها. يعني فوق العشرين ما تنباع السلة؟ 20 25 30 سوق، هذا سوق. نعم سوق، مرة أنا طالع مرة نازل فوق تحت. صح. بما يوصل إحنا نبيع. طيب شو وظيفة الدلال في سوق الخضروات والفواكه؟ إحنا أحيانا وساد المشاهدين لما حد يروح على سوق الخضار أو الفواكه، حتى في سوق السمك. نعم. لما نروح نشوف إن كيف يتم تحديد سعر المنتج. نعم. إن يكون في دلال موجود يتم يزايد 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 لما يوصل. أيوة. على سعر معين. نعم. يتم رصد السعر هذا على كل المحلات اللي موجودة في سوق. نعم. الخضار والفواكه. نعم. بس أنتم كمزارعين ليش ما في عندكم خلينا نقول مثل جمعية ولو كانت صغيرة، مثلا اتحاد جمعية فيها تعاون، فيها توجيهات، فيها نصايح، فيها مساعدات مثلا تكون لبعض المزارعين المتعثرين احيانا في مزارعهم؟ ليش ما في خلينا نقول مجموعه تكون ضمن هذا النطاق او في البيئه الزراعيه؟ ما حد سوى شيء، ما حد ان شاء الله جواب ولا يانا من المعلومات من هذا من اي شيء، من اي دام منك من الثاني من الثالث من الثالث من الرابع الخامس العاشر نسوي جمعيه من اتفق ما حد. والدلال على كيفه، العمال اللي عنده بيحطوا 20-30 درهم خلاص، هذا قال لا زيد، ثاني لا زيد، ثالث لا زيد، رابع لا زيد، نزلوا له التريب هذا وتقاسمونه كل واحد شل 10 سلات او 15 سله بالمبلغ اللي يتكلم به الدلال. ايوه الحين فهمت، اعطيتني سر من اسرار. نعم. بائعين الخضار والفواكه هذه فوق. البائعين يتفقوا على سعر معين. ايوه. ان فوق 30 درهم مثلا ما تنباع السله. لا تزيد لا تزيد لا تزيد لا تزيد. يعني انت بتزيد من 10 15 20 25 30، ما حد يزيد. خلاص. درهم واحد ما في، ما يزيد. ايوه هنا في تحكم بالسعر، اتفقوا روحهم ونزلونا من الموتر طالع حمرك، هذا خذ 10 سلات وهذا خذ 10 سلات وهذا خذ 10 سلات وهذا خذ 10 سلات، 30 30 خلاص، ما حد يزيد عن بعضهم بعض. اللي بيزيد نفرين، ثلاث انوار، اربع انوار، من بعد الخمس انوار ست انوار خلاص وقف. نعم. الدلال باع، يقول لك ابيع ولا بترجعه؟ لا والله ببيع، وين برجعه؟ صح، هذه كلها تكاليف عليك ومخاسير انت كمزارع انك ترجع منتجاتك الزراعيه للمزرعه. ما استفدت شيء انت. ما استفدت بشيء. صح. هذه ترتيبنا نحن هنا في الكبرات هذه. صح. الشرقيه هذه. طيب عم علي خلينا نروح نرجع للمياه عندك في المزرعه. تفضل. اليوم نحن في منطقه ضدنا. نعم. فيها جزئين. نعم. جزء ماي حلو، جزء ماي مالح. نعم. انت في اي جزء منهم؟ المالح. الماي المالح، عندي ماي مالح. كيف استوى ماي مالح؟ والله ما ربك، كل شيء بأمر الله. نعم. اول ماي علب هنا عندنا حلو نحن، وبعدين طلع البحر علينا، ماي بحر حق ما يشرب، انجبرنا نسوي تحليات ونسلم مبلغ ونودي الماي البحر. وتكلفتنا الكهرباء وكلفنا الماي وتعبنا صراحة. قلت لي أنت على المياه تخسر تقريبا ما يقارب هذا بدون يعني بدون عمال، بدون عمال، بدون احتياجات المزرعة ما يقارب 5000 درهم تقريبا، اللي بس هذا تحلية. هاي تحلية تقريبا الكهرباء. هذا من غير الكهرباء. الكهرباء لا، هي الكهرباء. هي الكهرباء 5000. هي الكهرباء 5000 جنيه. نعم. يعني صيانة المكاية والفلترات، بعد تأخذ لها دبة ثانية، وايد تكلف. لا اختربت عاد مشكلة، لا اختربت وبغت صيانه يمكن ان نصينها ب 10000 او ب 20000. شو نظام الري عندك انت؟ شو النظام يعني افلاي ولا؟ لا افلاي انا مسوي. انت افلاي؟ افلاي. في ري شويه باقي نص. انت يعني ما تروي بالرش، ما تسقي بالرش؟ لا اسقي النص. تسقي النص؟ النص، والنص اسقي فلي. اه. نعم. في بعض المزارعين يقول لك والله في سوي ري. نعم. كامل.
نعم، بس في بعض المزارعين عم علي يقول لك الافلاج تستنزف قدر كبير من الماء. نعم، وهذا احيانا اذا انت مزرعتك تكلفك مثلا حوض، انت بالافلاج تزرع تسقي 3 أحواض 4 أحواض، يعني انت فوق طاقتك. هل صحيح هذا الكلام صحيح ولا لا؟ هو صحيح، هو الكلام صحيح، لكن بالمثل همبا عندك، نخل عندك، برتقال عندك، اشجار ثانيه، هذا ما يسوي له، يحتاج الى يحتاج فلي، لا يحتاج ان ضروري يعني 100% ما تروي. نعم. على هذا التنقيط هذا. نعم التنقيط أول هذا بس. هذا ما بتروي، ما بتشرب، يأثر في منتج الزراعة. هي منتج الزراعة الكبيرة والصغيرة هاي ترى تمشي على الخطوط هذه. طيب عم علي، اليوم إذا ذكرنا كعقبات أحيانا يواجهها المزارع، ممكن نقول الماي، ممكن نقول الماي، التسويق، لكن في هناك مشاكل أو عقبات، ما نبي نقول مشاكل، خلينا مرحب. نروح للعقبات البسيطة أو مرحب. التفاصيل اللي ما يعرفها البعض عن أصحاب المزارع. نعم، ياريت تخبرنا عنها عم علي. مزارع الحمد لله كل واحد براته، كل واحد بطاقته. نعم، نحن من طرف المزارعين وقتها نزرع شهر 8 أو 9، احنا نزرع في شهر 9 وشهر 10 في مواسم. نعم، على المواسم هذه طال عمرك رجال مكتب الزراعة فاتح بوابة جزاهم الله خير، كان يعطوك شيء مادة خفيفة. صح، يعني بالمثل المركب المزرعة هذه تحتاج 20 كيس، قال لك أنا بعطيك 5 أو بعطيك 10. نعم، سموم انت يمكن تحتاج سموم 50 غرشة. نعم، 40 غرشة، هم يمكن يعطوك 5 غرشات. وين بتسدني انا 5 غرشات؟ وين بتسدني انا مركب 5 كياس؟ غير ما يعطوا شيء. هياس اول يكون حذر مزرعة يهيسون هاني. نعم، مكتب زراعة عندنا الحين في ضادنا نهيس بلاش الحين ماشي شلوها. طيب يعني عم علي، ما في زيارات ميدانية؟ يعني ما يوكم مثلا الحين انت تقول والله اذا انت تحتاج 50 غرشة. أيوة، مبيد. أيوة، يعطوك 10 غرشة. أيوة، ما يسووا لك زيارة ميدانية؟ ما يشوفوا المزرعة كبر مساحتها، الاشياء اللي تحتاجها المزرعة؟ على طلاق ما يونا، وعلى طلاق ما يعرفوا عن اي شيء. هذا صادر مكتب الزراعة، يوم وقت الزراعة هي 8 نشل لك كرت مال المزرعة ونشتري السمان هذا، ويسوي لك 66 لعبة على على الميل، ويجيب على الميل، ويجيب بطاقة، ويجيب ما ادري شو وعبسة. هذه أشياء طبعا يعاني منها كبار السن. كبار السن احنا مش فاهمينها. صح يا أخي، أنت بتبايعني السمان هذا مركب أو سموم أو أي حاجة، خذ مبلغ يا أخي كاش وروح. خلينا نتكلم بصراحة عم علي، عشان شواب اليوم يلا من يعرف بس يرد على التليفون يتصل. بس احنا نعرف نقول الو السلام عليك، الو وين وين وين، اي مكان، اي موقع، بس لوكيشن واتساب ما يعرف يطرش. انت اذا لا ما اعرف انا، بتقول له ايميل وبتقول له بريد الكتروني ايميل وما ادري شلون وما ادري شلون. فعلا هذه 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 ثغرة المفروض ينتبهوا لها يعني. ايوه، على كبار السن او يكون في شخص موظف يقدم لهم التسهيلات، كيف تسجل، كيف تسوي كذا، يعني يعطيك الطريقة اللي انت تمشي فيها على الطريق الصحيح. انت ريال فاهم، مكاني انا ما فاهم. انت لا دشيت بالموقع هذا اول مكان هذا، انت فاهم، بتدبر عمرك وبتروح بتخلص امورك. انا بنتظر لي ساعتين ثلاث لين اخلص اموري. هذا مو بترتيب. نعم، لكن امر الحكومه مطيع اكيد طبعا، علينا وعلى راسنا وعلى اهم شيء، اهم شيء حكومتنا. طيب عم علي، شو الخطه اللي انت مشيتها في مزرعتك؟ انت اليوم يعني بعد وجود هالعقبات، بعد وجود التحديات، انك تاسس هاي المزرعه الجميله، الحمد لله الله يحفظها لك ويبارك لك فيها، في خطه مشيت عليها، شو اللي سويته، شو اللي تكتكت له، شو اللي فكرت فيه انت عم علي؟ الحمد لله هذه بأمر الله وبأمر حكومتنا، والحمد لله ميسرين أمورنا من كل النواحي، وتقديرهم واحترامهم على رأسنا بأي أي طريقة أو أي شيء. أرتب لي طال عمرك مزرعة هذه فيها همبة، فيها بالمثل أشيار، أبغيها في المستقبل لين أضو لين عيالي، عشان يرتاحوا عيالي وأريح نفسي، وأنا مرتاح عيالي. لا أنت مرتاح، عيالك مرتاحين. صحيح، غير ما أي شيء الحمد لله. عم علي، يعني بعدنا يعني بنستمر معاك في مزرعتك، وعندنا جولات اكثر واكثر ان شاء الله، وبنتعرف على المزروعات اللي موجوده، وبناخذ هذه الجولات ان شاء الله، وبنستانس بهذا الجو الطيب وبهذه المزرعه الطيبه. عم علي، جزاكم الله خير، وشو رايك نتحرك الحين؟ تفضلوا مره. يلا بسم الله. الله.
بدي استلمت المزرعة خالية ما فيها أي شيء، حوضتها ضربت رق، زرعت مانجا، زرعت نخل، زرعت لومي، زرعت بيدام، زرعت همبا بأصناف بترتيب، والحمد لله قام الزرع وثمر، مشي الحمد لله أمورنا لين عيالنا أولك والثاني والثالث، الحمد لله أمور طيبة، والمزرعة هاي هي طيبة والحمد لله. لي هواية في المزرعة ولي هواية في الأشجار هابي إني ناكل منها، وهي تكون يعني مريح، الإنسان مريح وهي زرعة مريحة، ونبيع منها وناكل منها من الخضروات اللي تباها من أنواع النخيل أو من أنواع الأشجار موجودة، بتزرعها وبتقوم الحمد لله. هذا يعني نحط له طال عمرك في شهر 10 في وقت بارد، وقت البارد ما في مشكلة، بس وقت الحرورة لا، وقت الحرورة ما نحط شيء من جميع السمندة. السمندة لها موسم في شهر 10 إنه الوقت بارد، والوقت الحرورة ما نحطه. من كل زرعة، النخلة ما نخلة، شيرة ما شيرة، همبة منقة ما منقة، زيتون ما زيتون، رمان ما رمان، هذا نسمده نحن في شهر 10. إحنا في حالة الجبلية، أنا وأبوي وأخوي، مو يعني بالمثل، إحنا نحب الزراعة من سابق ولاحق، وعشنا على الزراعة، عايشين على الزراعة للحد الآن على الزراعة الحمد لله، مستمرين على زراعتنا ونعرفها. زراعة شمام، زرعت يح أول قبل 20 سنة، 25 سنة نزرع شمام ويح ونوديه دبي، نبيع تريب 7000، 5000، 4000 على 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 السعر وعلى نظافة المال. من بعد الشمام مر من علينا السيطرة عليه نزرعه، الحين ما يمشي، الحين يمشي بمشتل، يمشي بالحاف، يمشي بخيمة، يمشي بتنقيط، صعبة الأمور مول. ولا أول لا يبقى الحاف ولا يبقى مركب ولا نعطيه سماد مال البلاد وهني مال الدار، ويمشي على طول المرة ويثمر، ويوم يستوي موسم يبلغ ونودي شمام وليح. عقب ما انتهى زرعنا برتقال وهمبة وكذا والحمد لله، ما عندي مقدرة، كل خيمة سويها رجال بيت خيمة سوي ب10,000 درهم ولا بيجيب لي نتيجة، ما أقدر، ما عندي، أنا عشان متقاعد ما عندي مبلغ، شو أسوي؟ والدعم ما شيء، كيف أعمل؟ أنجبر إني أزرع برتقال وأزرع لومي وأزرع بيدام وأزرع همبة وأزرع زيتون وأريح نفسي، إنه هذا ما يطلب مصارف وايد خفيف. أما الشمام واليح الحين يطلب مصارف، يطلب مبالغ، يبقى سموم، يبقى مركب، يبقى يوريا، يبقى عقبال، يبقى عمال، ومنه 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 وسموم، ما ندري شو بعد، مصارف وايد بيتكلف عليك شهرية 10,000 وأنا معاشي 10,000 وشو أسوي؟ يعني بدي المزرعة وأخلي عيالي، أنا عندي عيال، عندي سيارات، عندي جيات، عندي سيارات، عندي بترول، عندي مصارف، الدعم ما شيء، كيف أعمل؟ ماي ما شيء، ماي ما شيء، ماي حلو ما شيء، ماي بحر تحلية، نولف الحوض هذا ونصبه على المزرعة هذه، اليوم سقينا منه ماشي إلا حوض واحد من الصباح للمغرب، وبالباكر حوض الثاني والورا باكر حوض الثالث، ما نقدر شيء منه يشرب على 4 أيام 5 أيام، مواقع في مواقع، يعني برتقال غير يعني منه بالزيتون وهذا كذا غير، البيليان غير، الحين جايبين خبة هني نسوين خبة نحن بهاي البيليان بنزرعها تقريبا 200 خبوب بيليان، تقريبا طماط يمكن 20-30 خبوب، يمكن فلفل 30، يمكن فندال نزرع تقريبا 100 خبوب فندال، تعرفون الفندال ظني تقريبا 100، نقسم الماء، اليوم سقينا منه بكرة سقينا منه ورا بكرة سقينا منه، رجعنا نسقي مرة ثانية هذا يابس لين 4 أيام، اليوم ما يتحمل لازم يومين يعطيه ماء، الوقت حر كيف تعمل؟ ما عطونا ماء، الحين نبي نطالب ماء، يزاهم الله خير الحكومة، إن شاء الله اليوم باكر الشهر هذا السنة هذه السنة الثانية
لحد الان ما يانا الامر يعطونا اموال تحليه، والتحليه اللي فيها مربح تعطي ابو ظبي وتعطي الحمد لله راس خيمه، وهنا ما شيء يقصر لو بيعطونا ما شيء يقصر عليهم. الحكومه تكسري بال طال عمرك وتوصل مواصيل ما عليه قصور بيب واحد يعطونا ماي، وبنسلم المبلغ اللي علينا بنسلمه. سوي بالمثل المزرعه كل مزرعه عداد بوم يصرف العداد هذا سلمه بنسلمه ما في مشكله، ولا نسوي تحليه ب 150,000 ومية ونشيل الماي البحر بحر ضبنا يتكلف علينا البيب هذا ب 50,000 اللي نوصل هناك. صعيبه الامور صعيبه، لكن شو نسوي؟ اخوي هنا زارع على هوايته، اللي بيزرع يزرعه، يعني بالمثل اقول لك بليان قرع فلفل، فلفل حار فلفل بارد كوسه ملهوف شيء بالمعاناه. لا عانيته وقعت عنده وخسرت عليه بيعطيك منبع اكل لا هملته ما بيعطيك نتيجه، بيروح بينتهي يبى سموم يبى سمده. لا اعطيته سمده واعطيته سموم ولا حلت الزرع هذا، الزرع هذا مثل الولد اللي هو يعطيه من رضاعه ويرضع، لو ما رضعته في يومين ولا في يوم بيموت، صح ولا لا؟ وبيستضعف النتيجه ماله، هذا لازم تلاحظ الزرع وتقوم في واجب عشان انت تبغى منه منتوج. كيف ينتج لك وانت ما تعطيه؟ انت لو ما اعطيتني ماي انا ما بشرب، ما يمكن اموت انا. لكن لازم اعطيه، الاحظ الزرع، اعطيه اشوف الزرع، شو خلوا الزرع من سموم او ريان خلاله من ماي. الماي لازم تلاحظ له تعطيه على 3 ايام او 4 ايام، ما تعطيه كل يوم ماي، اذا اعطيته كل يوم ماي ما تستفيد منه بشيء، بيكونوا صفر ورقه وضعف الورقه وضعف العود، المنطق مال العود العرق هذا ضعف، لا بتعطيه ماي دائما، لازم تعطيه على الفترات، يعني على 3 ايام او على اليومين على حسب الوقت وحسب المناسبة يجيب لك نتيجة. لكن لو ما بتعطيه أنت شيء ما بيعطيك شيء من كل النواحي، من كل زرعة اللي هي في مواسم 9 بليان ملهوف فلفل طماط قرع فندال، يعني الفندال هذا بالمثل بليان هذا اللي أعطيته الزراعة هذه أعطيتها يومية ما تجيب لك نتيجة، على طلاق ما بتجيب لك نتيجه، بتخسر خساره كلها. ويقول لك المزارع انا خسران او المزارع انا كذا ترتيبي وكذا، يمكن رجال هذا المزارع ما فاهم، يعني الزرعه هاي بعطيها كل يوم ماي كل يوم ماي ما تجيب نتيجه. اي زراعه ما هي من زوار النواحي من شهر 9 لين شهر 4 لازم تعطيها على الفتره وتعطيها سموم، تبى سموم لو ما سميتها بعد بتضعف بتموت، الزرعه بيروح بينتهي بيضرب الدود، لا في دود زراعه ما تمشي في السوق، ما تمشي لا من قرع لا من بليال لا من طماط لا في فلفل، من كل النواحي لو هي دود ما يمشي. يقول لك سله او سلتين هاي فيها دود يشوفها اللي بيشتريها يقول لك خلاص انا ما اشتري، ومره ثانيه بعد ما يرجع ما يشتري عندك. يا مثل السياره الكبرى يعرفونها انها السياره هذه فيها دود زراعه ما تمشي، لازم تلاحظ زراعتك عشان يمشي شغلك وسعرك يمشي، صح ولا لا؟ We'll be right back.
الغابه بنعطيها ماء بنشربها ماء بتسريب اول بعدين بنحول فيها البجر البهاي بها كلها بليان كامله هاي بليان هذا فندال وعب فندال كامل منك قرع منك شمام ويح هذا في شهر 9 تاريخ 1/9 او 2/9 او 3/9 عند حصول البذر هو الفندال الشمام مزروع الرقي مزروع هذا القرع ما زرعناه القرع ما زرعناه والبليان والفلفل والطماطم هذه كلها المساحه كامله هذاك على خطوط تنقيط وهذا بنسقيه في لي هذا هو كبير ما هذا الخيط ما يسد هذا التسويق الماي موسم الحمضيات الحين ترى ثامره الحين تقطع يعني بعد ما تقطع الحين تقطع في شهر كم شهر 12 يعني مثل البرتقال مثل الزيتون بالغ لكن مثل الحومضي هذا واللومي وكذا الحين طال عمرك الرجال ان الهمبه خلاص الحين في موسم الهمبه الثاني يثمر موسم الثاني يثمر الحين هذا هم بقرات عندنا نحن هم بقرات الحين يشيع يثمر عبارة والأول ينتهي الحين ينتهي خلاص الأول شوي شوي خلص شوف هذا هم بكامل هذا كم بليت تامر أول الحين مخلص شيء بسيط فيه اللي من برا ما نعرفه معطي كيماويات معطي أبر معطي ما نعرف عنه أما الطبيعة أما هني في المحلية ترى طبيعي هذي الطبيعة ومعروف يعني بحلاته معروف وبدوقه معروف وبثمرته معروفه ان اول نشل التريبات هذه منها كيلو متريبين وثلاثه تريب يومي يعني يومي على القليل على القليل على القليل لما بتطلع يومية تريبين مزرعة هاي كاملة نودي دبي بيع بخمسة آلاف التريب خمسة آلاف وأربعة آلاف على حسب بقول لك المال يعني السلعة الحلوة السلعة الحلوة أوكي السلعة الضعيفة كل شيء بقيمته يعني بس هذا راح انتهى خلاص إذا كان الحين بسوي لي خيمة بيت وبتعلق وبتحدر وبتعلق مي بخساره اللي ريان خسرانها عليه. يا بشيل شل الشمام الحين نحن منه بشله بجيب لك 50 درهم ولا 100 درهم 100 ما تجيب 50 60 الكبره عاد تشتري هذا التسويق هذا اللي عندنا نحن 50 درهم شل الشمام 50 وهم يبيعوا المن 30 لا بتبيعه بيعه ما بتبيعه شل حسب مزرعتك وش نسوي؟ شو نعمل؟ هذا يبى مصارف يبى مخاسر يبى خسر يبى سموم خاصة يبى مركب يبى سمدة خاصة يبى معاناة هاي يبى معاناة كاملة بس البليان ما مشكلة البليان والقرع ما مشكلة ما يبى معاناة لين فوق اللازم شيء بسيط يعني على الخفيف طماطم الفلفل الخيار الشمام اليح همبا الزيتون هذا ضروري لسموم لا ما سميته هذا بضرب الدود تكون على علم يعني لا ضرب الدود خلاص انت ما تستفيد منه ما يبلك نتيجه انت بروحك ما بتقصه بتاكله هذا يحتاج سموم معانا لزومي يعني ضروريه ولد تزرع عليه سموم ثانيه انكبوت غير مال الدود غير كل شيء يعني سموم وايد ما له شيء محدد يعني المزارع يعرف له مزارع ويعرف ترى بيعرف يشوف الزرع هذا يعني مثل مريض مرضه هذا ليه السم كذا المريض هذا ليه السم كذا الورقة هذه ضعيفة العود هذا ضعيف التمرة ضعيفة التمرة تطيح كل شيء له مفاصيل يعني عند المزارع اللي فاهم ويعرف أنا يمكن رجال أنت مزارع أنا أقول لك هذا السم تقول لي أنت ما يصلح لكن انا استعمله في مزرعتي انا اشوفه يصلح على انسان على مزارع على رغبته وعلى معرفته يمكن انت الزراعة عند ما عندك عنكبوت انا اعطيك سم عنكبوت وبسمبه يقول هذا ما في عنكبوت هذا في حشرات ثانيه يبى سموم ثانيه هو يعرفه كل مزارع يعرف مزرعته
ويعرف مرض مزرعته. يعني انت بالمثل شرى ولدك، شرى عيالك، تعرف مرض هذا من هذا. الدكتور يوم بيصير له بتقول له الدكتور، يوم بيصير له بتقول له انا مريض، بيقول لك شو يعورك؟ ما بيعرف شو يعورك، ما بيعرف، بيقول لك انت. صح ولا لا؟ لكن انت الانسان مزارع بتعرف هذا مريض شو. الزراعه ما بتقول لك انا مريضه، بتعرف نوع المرض هذا، تجيب له دواء تلاقحه الموضوع هذا. نسيب له هذا، نحوله، نسوي له اللاب ونسرب له اللاب ونحوله من تياه ثاني، من تياه الاول لتياه ثاني، هاي للهوايش، بدال ما نشتري بالمزرعه مالنا. حش البيدار، قص يلبى ولا يلبثيه ولا ثلاث، يعطي للدبش، عندنا حلال. عم علي مرحبا. طبعا ما شاء الله، يعني انا اشوف المجهود الطيب مرحبا بالشاعر والمثمر مرحبا بالشاعر في هذه المزرعه الطيبه من اصحابها الطيبين عزيز غاد. اشوف المجهود هذا وان شاء الله يعود عليك علينا عليكم ان شاء الله وعليك بالبركه ان شاء الله. انا اشوف في عندك انت طبعا زارع موز. نعم. الموز هل زراعته صعبه؟ لا عادي مره. نعم الامور طيبه مره. اطلع سوى حفره. نعم. وطلع الموز هذا وحطه في الحفره هذه، من يعني الحبه ظهرها من امها، تقصها. نعم. وتحطيها شهرين ثلاثه اربعه اشهر ان شاء الله وتثمر. بس الموز هي يعني فاكهه تحتاج الى مناخ رطب، وايضا ما يكون يعني حار يعني وايد. لا تبقى معتدل. حروره، بالحروره ما تمشي. نعم. بالحروره تيف مره. شو الموسم اللي تنتج فيه الموز؟ شهر 8 9 10. يا سلام. هني يلا خلينا بنتجول في هاي المنطقه. تفضل. دام فضلك. زين عم علي مرحبا. حاليا نحن في هاي المنطقه. نعم نعم. هنا موجود المانجو. نعم. نشوف شير اللومي. نعم. هذا الزيتون اخوي. هذا الزيتون مره بالغ. يا سلام. واحمر. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يلا مشينا عم علي. انزين هنا انت زارع همبه. اي نعم. وبعض الحمضيات اللي موجوده. نعم. الزيتون والرمان. هذا الرمان. اي نعم. يا سلام على الرمان. زهر ترى الرمان. ايوه طالع زهره الحين. يثمر ما شاء الله. ثمر الحين. نعم مره. يا سلام. ثمره الحين. هاي يثمر الحين. نعم عم علي، نحن في هذه المنطقة ما شاء الله منطقة جميلة جدا. وجود الله وجودكم. تسلم الغالي. خبرنا الأوقات اللي تجيها المزرعة، الأوقات اللي تستانس فيها بالمزرعة، شو هي أحب الأوقات عندك أنت؟ أنا أجيها كل يوم. نعم. إلا علي دوام ما يجي. ما علي دوام يجي يومية. تجي مع العائلة؟ الصباح لا، أنا أجي صباحا أجي عصرا. تطمش عليهم؟ أيوه كده. لازم أتأكد من حلالي، أتأكد من عمالي، أتأكد من شغلي. الجمعة والخميس يجي بعد العيال هني. نعم. ضيافة ويرتاحوا ياخذوا راحتهم من الزرعة وقت يتوكلوا على ظل الدوام. شو أهمية متابعة المزرعة من المزارع عم علي؟ يعني شو أهمية أن صاحب الحلال وصاحب الزراعة أنه يتابع زراعته ويتابع حلاله؟ أنت لما تابعت عيالك شو بتسوي؟ أكيد ما إذا ما تنشد عنهم ما بتعرف عنهم أخبار علوم. عايز السؤال هذا مجرد ومعروف يعني. مزرعتك مثل عيالك. لو ما لاحظت عيالك منو بيلاحظهم؟ بتلاحظهم انت بنفسك. مزرعتك نعم. لازم تلاحظها، تلاحظ حلالك، تلاحظ اغراضك. نعم. شو ناقص شو ما ناقص، شو زايد شو ما زايد، شو تبو عمال مكاين كهرباء. صح. نعم. انت كم عامل عندك حاليا عم علي؟ عامل عندي هنا الحين اثنين عمال. اي نعم. ومكفنك انت يعني؟ لا ما مكفيني، لكن شو اسوي؟ اليد قصيرة والعين بصيرة. نعم. انكفلت 4 انفار ب 4000 و 6000 ما عندي.
صح على راتب التقاعد ويب عندي وتقعد متقاعد صح متقاعد رجال متقاعد الله يعوض عليك ان شاء الله والله يقويك انك يعني تزرع وتحصد في هذه المزرعة كان الحمد لله بوجود الله وجود حكومتنا ماشي قصور الحمد لله رب العالمين القصور تعداهم الحمد لله وظيفهم ما مقصرين صح وزيادتهم ما مقصرين صح من كل نواحي لكن المقصرين شوف التقاعد مالنا متقاعدين احنا ناس شياب متقاعدين ما مزيودين صح زوايد واحنا نحب الزوايد هذه اللي هي رجال من الناس العسكريين اللي رجال متقاعد انا حاليا شو يعني ما شاء الله خبرتني عن عيالك نعم عيالك وين؟ عيالي في الدوامات نعم الدوام في الدوامات في الدوام وقت ما يخلصوا من الدوام هو بيجي المزرعه ايوه المزرعه يشوف المزرعه يطمشوا ايوه يطمشوا المزرعه يقيلوا في المزرعه يتغدوا في المزرعه نعم يتعشوا في المزرعه صح والعشاء يروحوا بيوتهم عيالك كلهم معرسين كلهم مزويين الحمد لله بس اثنين ما مزويين ولا خمسه مزويين ان شاء الله الله يتمم عليهم الله يتمم عليهم وتفرح فيهم وتفرح وياكم. في عيال عيالك ان شاء الله وياكم بوجود الله وبوجودكم وبوجود حكومتنا الرشيده ما مقصرين من اي ناحيه الله يبارك لله. فيك انت صراحه كلمه الحمد يجب علي اني اقولها ولازم اني اذكرها في هذه الحلقه يقول لك في ختامها مسك نعم. احنا في الحلقه الاخيره من برنامج من خير البلاد الحمد انا اول ما دخلنا مزرعتك قلنا ما شاء الله التنظيم النظافه الترتيب النخل في صوب نعم. الحمضيات في صوب نعم. المزروعات الثانيه في صوب نعم. الحلال في صوب يعني نعم. هذا التنظيم نعم. انت اللي اشرفت عليه عم نعم انت اللي اشرفت انا اللي شرفت عليه وانا اللي رتبته انت اللي رتبته على هذا على هذا على هذا الموقع نعم الموقع اللي ابيها انا طبعا عم علي احنا نتشكر لك طبعا استضافتك لنا في مزرعتك مشكورين وطبعا بكمل وياك طبعًا جولتنا في طبعًا صوب التين وصوب الاشجار الحلوه تفضلوا مرة ولكن يعني بنتجول في هذه الاجواء الطيبه وعلى الضيافه اللي ضفتونا بارك الله خير وانا تشرفت بكم وتشرفت بوجودكم بارك الله فيك وما قصرتوا على بالترتيب هاي اللي رتبتوا لنا الامور هذا ووصلتونا في محلتنا وجزاكم الله خير وهذه مزرعتكم وهذا بيتكم الحمد لله تسلم 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 كملنا طريقنا تفضلوا يلا توكل على الله بسم الله من جد وجد ومن زرع حصد ومن سار على الدرب وصل أكيد هالمزارعين وراء الجهد المبذول في مزارعهم وصلوا ولكن مو بسهولة زرعوا وحصدوا زرعوا ويمكن فشل في هالموسم لكن نجح في كثير من المواسم قصة الزراعة مثل ما أسلفنا في حلقات سابقة من برنامج من خير البلاد قالوا لنا المزارعين إن النبتة هذه مثلها مثل الابن إذا أنت ترعاها فهي بتعطيك وإذا ما رعيتها أكيد بتموت وبتنشف أوراقها وبتروح في مهب الريح وأقول لكم الحين في رعاية الله مع السلامة